الواحد يبخل بطبع كتاب حول علي صلوات الله عليه. في بعض البلاد المجاورة بدأت سنة جديدة قبل أيام، وحبذا لو تعمم هذه السنة مجموعة من المؤمنين أيدهم الله في مناسبة وفاة كل إمام، ميلاد كل إمام، يطبعون كراس حول ذلك الإمام. من هو الإمام الهادي؟ شبابنا يعرفون شيء حول الإمام الهادي؟ الكثيرون لا يعرفون. نعرف الإمام الهادي، يطبع من عدة آلاف نسخ ويوزع على المؤمنين لكي يعرفوا الإمام الهادي، لكي يعرفوا الإمام الجواد، لكي يعرفوا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. واحد يبخل على أمير المؤمنين صلوات الله عليه بكتاب يطبعه، واحد يبخل على أمير المؤمنين صلوات الله عليه بمال يبذله في سبيل أمير المؤمنين. ذلك الرجل يرى في المنام المحشر، المحشر، والناس في تلاطم واضطراب والعطش مستولي على الكل، ما علي بكل القضية قطعة من القضية. يركض إلى حوض الكوثر، ونحن لا نعلم ما هو حوض الكوثر، إنها شربة تقع ضمن معادلات عالم آخر، ولكن لا بد أن يشرب من حوض الكوثر. ذهب إلى حوض الكوثر، ماذا يفعل هذا الحوض لا نعلم. ذهب إلى الحوض عطشانا، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فمنعه من الماء، ما أعطى لماء. ذهب إلى الحسن وإلى الحسين، ما أعطوا لماء. توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يا رسول الله أنا من شيعتكم، أنا من مواليكم، لماذا تمنعونني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لك جارا يلعن عليا فلم تنهه. واحد اللي عنده جار يلعن عليا ولا ينهاه عن ذلك، هذا مو جدير بأن يسقى من حوض الكوثر. عندما يؤلف كتاب ضد علي صلوات الله عليه، عندما يؤلف كتاب يمدح خصوم علي صلوات الله عليه لأنهم خصوم علي، صدقوا أنهم حاقدون، حاقدون على علي، ولكن ما يتمكنون يظاهرون بذلك. تلك المرأة الفاجرة الفاسقة يكتب عنها عقيلة قريش ويوزع في بلد من البلاد الإسلامية. معاوية يكتب عنه إنه أمير المؤمنين لأنه ضد علي صلوات الله عليه. يكتب في كتاب إن الحسين قد أخطأ لأنه خرج على إمام زمانه، خرج عن حده فقتل بسيف جده. إن لك جارا يلعن عليا فلم تنهى. المؤمنون ما لهم وظيفة تجاه ذلك؟